شاب كيتسائل كيفاش يمكن يعرف راسو واش حامل الفيروس ديال ليباتيت بي او لا. خصني نعرف بان داء الكوباد باء او لا الفيروس ديال ليباتيت بي هو واحد الفيروس اللي هو منقول كذلك جنسيا، كيمكن ينتقل ليا عن طريق اللعاب الا ما كنتش فاكسيني كونتر ليباتيت بي. وهذه حاجه مهمه بغيت نهضر لكم عليها وهي حاجه اساسيه. الفيروس ديال ليباتيت بي هو واحد الفيروس اللي كيقاوم في الوسط الهوائي الخارجي لحقاش كيعيش مده كبيره بزاف، وبالتالي كيمكن له ينتقل كذلك حتى عن طريق اللعاب كونتريرمون الفيروس ديال لو سيدا او لا لو في اش. علاش؟ لحقاش المده ديال العيش ديالو في الهواء اللي هو الطلق هي مده اللي هي طويله بزاف، وهذا كينتقل الى ما كناش حامين راسنا. والحاجه الثانيه الا كنت مع واحد الانسان او لا واحد الانسان اللي كيكون حامل هذا الفيروس ديال ليباتيت بي اما عن طريق القبولات او لا عن طريق مثلا كاس غادي نشربو من مورا واحد الانسان اللي كيكون فيه هذا الفيروس، هذا ممكن نلعق الفيروس ديال ليباتيت بي. غير انما كيمكن لي نحمي راسي عن طريق الفاكسان او لا التلقيح ديال الفيروس ديال ليباتيت بي. هاد التلقيح كنديروه للاطفال منين كيتولدوا مع التلقيح ديال البي سي جي. ولا ما كنتيش داير التلقيح ديال الفيروس ديال ليباتيت بي الي طون دو بوفوار لو فير، مي خصك ديرو حتى تعرف راسك واش حامل الفيروس ولا ما حاملش الفيروس. اي جوستومون ما كيمكن لي نكون راسي عارف واش حامل الفيروس ولا ما حاملوش الا عن طريق التحليله الطبيه، باسكو ماشي غير لحقاش جاني بوصفير اولا البوله ديالي تبدلات اولا ولا كيضرني الكبده ديالي اولا كيضرني الجنب ديالي كو فيها ليباتيت بي. لا، خصني ندير التحليله باش نعرف راسي واش فيها الفيروس ديال ليباتيت بي اولا ما فيهاش. ولا ما كانش فيها الفيروس ديال ليباتيت بي، ابا اسمو مولا كيمكن لي ندير تلقيح اللي كيدار على ثلاثه ديال لي غابيل، وكيمكن لي نوقي راسي من الاصابه ديال ليباتيت بي اللي كيمكن لي نلعقو عن طريق قبولات مع واحد الشخص اللي هو مصاب، ولا كذلك عن طريق الشرب من مورا واحد الانسان في كاس اللي هو حامل الفيروس ديال ليباتيت بي. ما تنساش صحتك تاج فوق راسك، ما تغفلش عليها.